السلام عليكم رجالاتي وليداتي، كديري؟ لاباس بخير، لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. اليوم بنياتي نشجي معكم، نشارك معكم هاد الحوتات هادو اللي ما كندير لهم، ما تنديرش فيهم الزيت والقزبر والمعدنوس والثوم وداكشي. كنشد غير لي قمار، كمون، تحميره، الهريه داك السودانيه، بولفري، وكنخلطهم شويه طحين وكنخلطهم وكنقليهم هكا تيجيو واعرين البنات بالصحه والراحه. وانا مازال معكم ان شاء الله. هاد الطبق النهائي بنياتي ها هو كي جا، تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، كيفاش داير؟ واو ما شاء الله تبارك الله، بالصحة والراحة. تنشكر بنياتي وليداتي والمتتبعين ديالي، الله يعزكم والله يكرمكم والله يعاونكم والله يعطيكم ما تمنيتو، وتنقول لكم شكرا تبارك الله عليكم، مع السلامة. السلام عليكم بنياتي وليداتي، كديرين؟ لاباس بخير، لاباس عليكم ياك هانين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. بنياتي وليداتي، هذه البصلة كنشدها كنقطعها مزيان، كنرققها وشويه القزبر والمعدنوس، ندير فيهم شويه الملحه، اللي بغى يدير الحار، كمون، اللي بغى يدير شي حاجه، كنديهم ونجيبهم في الزيت، نديهم ونجيبهم حتى يطيحوا شويه، وكنردهم في واحد الطاسه، وكنسوس البيض، كنطربو مزيان مزيان، وكنخلطو معاهم، نخلطو البنات، وكنسوسو في، ندير المقلاة تسخن، ونعقب نسوسو في المقلاة، بعد تنسوسو تجي تورته بحال هكا ديال البصله والبيض، قزبر ومعدنوس، تجي واعره بنياتي. سمحوا لي بنياتي وليداتي على المكامله ديال الفيديو، راه تنكون سجلت يعيط شي حد ولا شي حاجه، دابا غنولي ان شاء الله الرحمن الرحيم نعطيكم المقادير كيف ما هي، كيف مبادئ وكامله ان شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى، ومقادير زوينه. تجي واعره بنياتي، هذه ديال البصله، ها انتما كما تشوفوا فيها تبارك الله، كيفاش تجي؟ تجي تورته، تتقسميها بالموس وكتغطيها، تا هي ملي تتسوس داك البيض تتغطيها، ضروري خاصك تغطيها باش تطلع بحال دايره لي الخميره، كتغطيها بواحد لي سمو وتترخي عليها البوطه وتخليها كطيب، كتسوسيها، ملي كتسوسيها تدير واحد الطبسيل وتتعكب قلبيها على الوجه ديالها الاصلي وكاعده، وتجي زوينه بنياتي، تجي واعره روعه منها، وبالصحه وبالراحه. وشكرا، ونتمنى تكونوا فهمتوني، الشرح راه واضح. السلام عليكم بنياتي وليداتي، كي دايرين؟ لاباس بخير، لاباس عليكم يا كانين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. مرحبا بنياتي ووليداتي، ونهار كبير هذا، وتنشكركم وتبارك الله عليكم على التعاليق الزوينه والكلام الزوين، وشكرا لكم بزاف بزاف بنياتي وليداتي. ها انسالات البنات كما تشوفوا بنياتي، كل شيء، الخضره فقره، كاينه الباربه، اللوبيا، لافوكا، طاطا، انسالات، القوق داك الصغير والبليدي، الباربه، اللوبيا، البطاطا، كما تشوفوا الفروماج، الروز هو الداخل، واحد الشلاضة البنات تطلع واعره وزوينه بزاف بزاف. دخلوا عندي القناه، دخلوا عندي التيك توك، وفليوهم، قلبوهم، زعزعوهم، وغتشوفوا تبارك الله، عطى الله ما يتشاف. ومئة مرحبا بنياتي وبوليداتي، ونهار كبير هذا، وتنشكركم وهنا خطيكم عليا. هنا البنات البيتزا، ميني بيتزا، ميني بيتزا بنياتي وليداتي، ومئات مرحبا بكم. هنايا البنات الضغميره ديال الدجاج، واو ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، الصلاه على النبي، تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحجبك على العين، لله الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحجبك، الله يبعد عليك شر القلب،
الله يبعد عليك المسمومين والمقعودين وبنات الحرام ولاد الحرام واللي تابعين في صحتك وفي وليداتك، الله يبعدهم عليك يا لاله. تبارك الله على بنياتي وعلى وليداتي، والله يعزكم والله يكرمكم. هذا البنات الزعلوك ديال البروكولي والقرعه والزيتون والحرور اللي غادي يمشي نديروه في طبايسلات، هانتوما البنات تيجي واعر تيجي واعر بنياتي، ما نقولش لكم تبارك الله والصلاه على النبي كيفاش تيجي، ما تقنعيش منه ما شاء الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هنا البنات الليمون اللي قطعته ودرته كراميل كي تشوفوا تنفرشوا لتحت ولا نزلقوا به فوق ولا كيف ما بغيتي ديري ليه، ولا ديري في الجناب ديال الطبسيل، ولا كل واحد يلعب به كيف ما بغى، هو معسل. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله وحجاب الله، مرحبا بكم تبارك الله.